بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ختمنا هذه الآية وبدأنا في الآية التي قبلها التي بعدها، وهي قوله تعالى: وكيف يحكمونك أيها الرسول، يطلبون منك الحكم بينهم في قضية الزانيين، وعندهم التوراة التي أنزلها الله على موسى وفيها حكم الزانيين، فهم ما جاءوك يريدون بيان الحكم لأنه عندهم، وإنما جاءوك ليحتالوا على حكم الله، ويريدوا منك أن توافق أهواءهم فيحتجون بك ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون عن حكم الله ولا يقبلونه لأنه لا يوافق أهواءهم، سواء كان حكم الله في التوراة أو حكم الله صادرا منك أيها الرسول، فإنهم لا يقبلونه. وفيها ثم يتولون من بعد ذلك، أي من بعد أن عرفوا حكم الله سبحانه وتعالى ويعرضون عنه ولا يقبلونه. قال الله جل وعلا: وما أولئك، أي الذين لا يقبلون حكم الله من اليهود، وما أولئك بالمؤمنين، لأن الذي لا يرضى بحكم الله فهو كافر أو منافق، كما قال سبحانه وتعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وما أولئك بالمؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى فضل التوراة التي أنزلها الله على موسى، وبين أن أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى يحكمون بالتوراة، يحكمون بها لمن اتبعهم من المسلمين. فقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة كتاب عظيم، فهي من أعظم الكتب بعد القرآن، بل هي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم. فيها هدى، بيان للحق، وفيها نور يخرج من الظلمات، فيها نور من الهداية، فيها وحي من الله سبحانه وتعالى، فيها كلام الله جل وعلا الذي ينير الطريق ويخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين جاءوا من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل، تعاقبوا يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، لأن من آمن بالله واتبع شريعته فهو المسلم في أي وقت. من آمن بالله واتبع شريعته التي أنزلها قبل أن تنسخ فإنه مسلم من أي جيل كان، من الأولين أو من الآخرين. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي اليهود، فأنبياء بني إسرائيل يحكمون اليهود بكتاب الله التوراة. والأحبار يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار كذلك. الربانيون وهم العلماء العاملون، والأحبار
وهم علماء بني إسرائيل أيضا يحكمون بالتوراة كما يحكم بها أنبياؤهم. ففي هذا أن العلماء يجب عليهم أن يتبعوا الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فالربانيون والأحبار من علماء بني إسرائيل يحكمون أيضا بالتوراة التي جاء بها موسى عليه السلام: بما استحفظوا من كتاب الله، فإن الله جل وعلا قد ائتمنهم على كتابه وحفظه من التحريف والتبديل، لكنهم خالفوا وبدلوا وغيروا فلم يحفظوا ما استحفظوا عليه. وهذا بخلاف القرآن الكريم، فإن الله لم يكل حفظه إلى غيره. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكانوا عليه شهداء، كانوا يشهدون بما أنزل الله على موسى عليه السلام ويتوارثونه ويتدارسونه فيما بينهم. ثم قال جل وعلا: فلا تخشوا الناس، لا تخشوا الناس أيها الرسول ومن آمن بك، لا تخشوا اليهود ولا المنافقين ولا تخشوا من الكفار. فلا تخشوا الناس واخشون، لأن الخشية التي معها ذل وخضوع نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تخشوا الناس واخشون. ثم قال جل وعلا خاتما هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لأن الواجب على الرسل والواجب على العلماء والواجب على الحكام جميعا أن يحكموا بما أنزل الله، لا يحكموا بالأنظمة البشرية والقوانين الوضعية، بل يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو العدل ولأنه هو الحق، وأيضا لأن الحكم بما أنزل الله عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره. فمن أعرض عن ذلك وحكم غيره فأولئك هم الكافرون بالله عز وجل. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعلمه، يعلم ما أنزل الله لكن حكم بغيره، إما لأجل أنه يرى أن غيره أحسن منه، أن غيره من أنظمة البشر والقوانين الوضعية أحسن من الشرع، فهذا كافر بلا شك، الكفر الناقل من الملة. أو كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله يتساوى مع الحكم بما أنزل الله، وأن الحاكم مخير بين أن يحكم بهذا أو هذا، فهذا أيضا كافر بالله، الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. أما من عرف أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب وهو الحق واعتقد ذلك، لكنه حكم بغيره إما لهوى وإما لطمع، وحكم في بعض الجزئيات أو بعض القضايا بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكم الله هو الواجب ويعترف أنه مخطئ، فهذا يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو كفر عملي. وعلى كل حال، فالحكم بما أنزل الله هو الواجب وهو المتعين على العباد في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، والحكم بغيره جور وظلم وكفر بالله سبحانه وتعالى ونشر للجور. وأما الحكم بما أنزل الله فهو نشر للحق والعدالة بين الناس، وأن الحاكم لا ينظر إلى رضا الناس وإنما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ولأن نظره إلى رضا الناس يجعلهم يسخطون عليه فيما بعد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالواجب هو اتباع الحق والحكم بما أنزل الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قضية. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.